ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامجنا صباحك مصري، وهيكون معانا في الفقرة دي نورنا سندس محروس ومحمد رامي. طبعا صباح الخير عليكم صباح النور يا نور. رشا. انتوا النهاردة مظبطين لي كده فقرة هتتكلموا عن ذوي القدرات الخاصة، بما ان اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة قرب، صح كده؟ طيب هنبدأ النهاردة نتكلم عن ذوي القدرات الخاصة ونعرف معلومات اكتر عنهم مع سندس ومحمد. سندس يلا بينا نبدأ. ماشي، صباح الخير على كل اصحابنا وحبايبنا اللي بيحبونا. كنت حابه النهارده اتكلم معاكم في موضوع حلو جدا. الموضوع ده هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم ده خصصته الامم المتحده للاحتفال بذوي القدرات الخاصه سنه 1992، واليوم ده بيجي من شهر في شهر ديسمبر من كل سنه. وقررت الامم المتحده انها تحتفل في اليوم ده بذوي القدرات الخاصه، وخصصوا اليوم ده لزيادة فهم الشعوب واستيعابهم لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. وخصصوا ووضحوا عن أهمية اليوم ده بتأكيد حقوقهم، حيث لهم حقوق في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والاجتماعية. ودعم الرئيس السيسي لهم، حيث أنه قام بإصدار القانون 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الاحتياجات الخاصه. وقام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانشاء مركز تاهيل لهم التي تم انشاؤه في العاشر من رمضان. طبعا انت قلت لنا معلومات مهمه جدا، وانا عارفه ان انت مش عاوزه تبصي في الورقه، صح؟ محمد ايه رايك في الكلام اللي قالته سندس؟ يا ريت بقى نكمل عليه ونعرف معلومات اكتر منك، يلا بينا. الاعاقه ليست في الجسد بل في الفهم. اثبت مجموعه من الشباب انهم قادرون على فعل يعني اعمال اهدافهم. تمام، ممكن نرجع للورق والسكريبت اللي انت مجهزه، صح ولا ايه؟ يلا. ورئيس السيسي انشا، ممكن نبص للكاميرا كمان. ماشي. شارك الرئيس السيسي في احتفاليه قدرون باختلاف، وانشا لهم اكبر مركز تاهيل، واصدر البرلمان قانون ذو الاحتياجات الخاصه. ارجع للورق، طيب ارجع للورق. انتوا جايين مصممين ما تبصوش في الورق ليه؟ يلا. والدستور عام 2019 يعني عمل ضمن حقهم مجلس والنيابة. طيب قولي بقى، انت قلتلي ان انت عاوز تتكلم بقى عن دور الدولة، ساهموا ازاي لذوي القدرات الخاصة، او ساعدوهم ازاي، او ساعدوهم بايه، هتعرف تقولي؟ او ساعدوهم انهم عملوا لهم الاحتفال بتاع قدرهم باختلاف، وعملوا لهم الرئيس السيسي عمل لهم اكبر مركز تأهيل ليهم، والبرلمان يعني عمل قانون لذوي الاحتياجات الخاصه، والدستور عام 2019 عمل لهم يعني ضمن حقهم. برافو. طيب انت قلت لي يا محمد ان انت برضو لما قريت في الموضوع ده جهزت ابطال في الرياضه من ذوي القدرات الخاصه، وكنت حابب تتكلم عنهم النهارده وتعرفنا هم مين. منهم عالم فيزياء ستيفن هوكينج، هو يعني عدى الاعاقه عبر الزمن. وفي منهم كمان ميلاد نوكلز اكتسب كثير من الرياضات مثل الجولف والتنس وكرة القدم والسباحة، ومن أشهر أقواله سأحاول 100 مرة حتى أنهض مجددا. برافو. حابب تقولي ايه تاني؟ حابب تعرفنا حاجة تانية عن ذوي القدرات الخاصة؟ لا أكيد كده خلصنا يعني؟ سندس؟ لا. طبعا انا بشكركم جدا جدا، وانتم النهارده كلمتونا في موضوع مهم، وهو ذوي القدرات الخاصه واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه اللي هيكون ان شاء الله في شهر ديسمبر، بيكون من كل سنه في شهر ديسمبر، صح كده؟ زي ما وضحتوا لي وعرفتوني حاجات كتير عنهم، انا بشكركم جدا جدا. حد فيكم حابب يوضح اي حاجه تاني قبل ما ننهي فقرتنا؟ لا. بشكرك جدا يا محمد، انت نورتني النهارده، وبشكرك جدا يا سندس نورتوني، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه كتير. شكرا ليكم مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل وفقره المطبخ.